سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وانتم تشوفوا في هذا لا فيديو. الوغ اليوم جيتكم فلوق جديد في بلاصه جديده. رحنا لتيزي وزو بلاد بابا دشرا واسمها تيميزارت قدام سوق الحد وقدام فريحه. بون ما نعرفش بيان تسمع على حسب واش راني فاهمه افي بري برك. دونك جايه في تيزي وزو اسمها تيميزارت. الوغ قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا ما تنساوش تابوني في لاشين، تكليكي ولا كلوش وتخلو لي كومونتير ونروحو ديريكتومون نبداو لا فيديو تاعنا. الوغ كنا ديمارينا مع صباح 8 تاع الصباح، رحنا تلاقينا مع عماتي وعمي باش ديمارينا كامل كيف كيف. دزنا على بومبرداس، دزنا على البحر، طريق كانت بزاف شابه، كان الحال هايل. شغل بروده سي فغي، شغل شميسه سخونه وكاع، بصح كانت البروده بزاف فور. ومن بعد عمتي مسكينه مرضت، طريق كومبليات تقيه. المهم شغل شوفو سي فري تعبت نتا صباح وكامل، بصح والله جوزتها بزاف 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 هايله، ضحكت حتى شبحت مع عمتي. المهم دونك رحنا لهذيك البلاصه. دونك تما كاينه دار ماني الله يرحمها، كانت بناتها مسكينه باش زعما تروح تروبوزي فيها وكامل، مي قدر الله ما شاء فعل، ربي ما كتب لهاش وتروح لها تماك وما راحت لهاش، مي قعدت لولادها ولبناتها. معليش الحمد لله على كل حال، وربي يرحمها ويرحم جميع الموتى ان شاء الله. دونك رحنا تماك والله سيتي فريمون بيان، كنت محتاجه بزاف شغل هكا نروبوزي وبلاصه هكا نروح ثاني في النهار. بزاف 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 قلت لكم الشباب سي فري الشميسه سخونه وكاع، بصح كان الحال بارد. ايماجينو بلي في الليل كان البرد حتى تبردوا، والله حتى تبردوا. المهم دونك رحنا حوسنا تماك شويه، راح نحوس بكم شويه في الدشره تاعنا. فوالا انا هنا كنا في الطريق رايحين لمنطقه تيميزارت في ولايه تيزي وزو. كما كنتو تشوفوا شوفوا جمال الطبيعه بزاف هايل، هذيك الورد والخضوريه وكان والله تريح لكم العينين وتريح العقل، والله العظيم روعه 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 ما شاء الله. الو غير حقنا للدار، درنا الميناج انا وعماتي، سيقنا كاع الحاله باسكو الحاله كانت مغبره شويه وكامل، كانت الحاله مغلوقه تما الدار مغلوقه. وحطينا الفطور وفطرنا، كانوا عماتي هما اللي جابوا الماكله، جابوا الطعام، جابوا وقطعنا شلاطه. المهم قطعناها قطعوها هما على كل حال، تما انا حطيت برك الطبله وطميتها. ومن بعد هنا نوريكم من البالكون على واش نطلو، تشوفوا طلوا للجبال والشجر، تسمعوا دوك الزواج هكا تزقزق وكامل، بزاف حاله والله بزاف حاله. وتشوفوا داك العيش بحيره ولا ما عرفتش يعيطوا لها، تشوفوها من بعيد بزاف فور. انا بالنسبه لي سقسوني في انستغرام باسكو كنت ديجا بارطاجيت تصاور معاهم كامل. اللي ماهوش مابوني في انستغرام ما تنساوش تدخلوا ذا وورلد اوف اف 07. دونك كي بارطاجيت معاهم شويه لي فيديو وتصاور كامل، شافوا الدار قالوا لي اسكو كريتوها ولا لا. لا دونك هاد ماشي مكريه، هادي دار كيما قلت لكم تاع ماني، ماشي موافين يكريوها وما يكريوهاش على بالي بهاد الحاجه. ما على باليش اسكو تلقاو ديار هنا للكرا ولا لا، والله ما على بالي. ليسونسيال فوالا اني جاوبتكم على هاد لا كيسيون بالنسبه لي سقساوني. فوالا انا هنا كنت مع وليد عمي، كان قاعد يلعب مع الكلب، بون الكلب تحته ويلعب معاه. ومن بعد ما فطرنا وكملنا دونك رقدنا شويه تكينا. ومن بعد رحنا راحوا عماتي يعزيو لا فامي تاعهم، كانوا متولهم وحدين من لا فامي ما بايش يكون ديسونسيال، رحنا عزينا. ومن بعد من تماك عاود خرجت انا بابا وعمتي، رحنا قرينا باش تعشينا. شوفوا لي هذوك الديار تاع الحجر بزاف شابين والله، كنت شوفو كنت متمنية نبز جبة قبايل ونتصور قدامها، شغل جبة سطورة نشتغل نتصور بها أليز، مي نسيت باش ندي معايا وحدة، دوماج. مي برومي نعاود نولي ونعاود نتصور تماك باسكو الصح في خاطري هاكا نتصور قدام هاد الديار تاع الحجار و بال
بالزعم القلة هذه اللي عمو فيها الماء وكامل. أنا هناك كنا رايحين باش نقضي وكنت نشوف ولد عمي كان يلعب في البالون ديجا عنده صحابه يلعب معاهم ألوغ كان يلعب هنا في الصال لتحتا وهذه هي دونك هنا لتحتا شوفوا كاين صطاد ومن بعد تزيدوا تهبطوا لتحت لتحتا كاين تما تالا تالا هي بلاصه يعمروا فيها الماء دوك ومن بعد هي كاينه دوك صورتها لكم دوك من بعد تشوفوها عرفت لفت لي الهضره كيفاش نوصل لكم الميساج انا رحنا شرينا هنا طماطيش وكان يشوف لي هذا البقر بزاف شبيد يعني شوفوا كنت حابه بزاف فايس مي ما قدرتش نصور ما قدرتش نحبس ورحنا في وقت مزيه شغل النهار برك ما تقدروش تبوجيو فيه ما تقدروش تحوسوا فيه لا تقدروش تحبسوا فيه كنت حابه شغل لو كان قعدنا هكا 3 ايام 4 ايام وما واحد يحوس لازم نصور لكم بيان كامل مي نعاود نولي ان شاء الله نعاود نولي ونعاود نروح نصور لكم بيان الوغ كيما قلت لكم رحنا قضينا شوفوا الطماطيش تاعهم شيت اشرتها عمتي في الفطور وفطرنا بها بزاف بنينه والله بزاف بنينه بارابور شوفوا لي نشلوها احنا من الجي ماشي لو ميم غو باركونتر في تيزي وزو الطماطيش تاعهم بنينه ميم بطاطا باقا لي حلوه الوغ هنا كنطيبوا عمتي الحشا دونك انا كيما قلت لكم حطيت الطابله وكنت نرفد ونحطو كامل باسكو طياب ما نحبش نخلط بالك هما ما يحبوش ياكلوا ماكله هذه كلها دونك درنا سباغيتي ودجاج محمر شرينا وقطعنا شلاضة الوغ لو دوزيام جور تاعنا كنت طلعت لاطيراس باش صورت لكم الحاله من الفوق باسكو بزاف شابه سانسارمون ما كاش حاجه شغل ريحتني كيما هذاك جمال الطبيعه شغل دوك الجبال والشجر وال الديار تاع الحجار وكامل بزاف فور ومن بعد رحنا زرنا قبر جدي وقبر عمي الله يرحمهم وكاين تما لا فامي انا ما نعرفهمش دونك ما يعرفوهم عماتي وبابا وكامل وليد عمومهم ومانهم ولا ما عرفاليش نسيت المهم دونك هذا قبر جدي الله يرحمه ترحموا عليه من بعيد وهذاك قبر عمي الله يرحمه ثاني ربي يرحمهم ان شاء الله بعد ما زرنا القبار وكامل هبطنا لتالا الوغ تالا قلت لكم هي بلاصه يعمروا منها الماء دونك قبائل يعيطوا لهم تالا ماما هكا في دماني شغال طبس كمان عاش قبيليه مي على بالي بلي تالا شغل اشاك فوا كي نسمع تالا يقول لك تالا هي شغل سورس فوالا شوفوا هنايا لتحت دوك نهبطوا هاد الهبطه كامل حتى لتحت اكو تشوفوا وين زومي تما كنا نهبطوا حتى لتما نعمروا الماء ونجو الماء شحال بارد واحد عباكم شوف قد ما نوصف لكم قد ما سيت نلحق لكم شغل بلي بزاف فور بزاف حاله بزاف كان ما قدرتش نوصل لكم يعني الجمال تاعها تاع هذيك البلاصه باسكو والله شوفوا موالف نروح مي اختار رحنا في الشتاء تبع ماشي ما عجبنيش الحال كان الحال بارد ما تقدروش تبوجيو واختار رحنا في الصيف كانت الحاله سخونه تبع ما قدرناش ثاني ما شغل نحوسوا اليز مي لو مومون هذا اللي رحنا له كان الحال شغل الجو تاع الربيع تما
بزاف فور بزاف عجبني الحال سانسامون بزاف عجبني الحال اني حابه نعاود نولي والله اني حابه نعاود نولي تالمو شغل الكالم الرائع شغل تريحو مو غير مو تريحو نتمنى والله تزوروها كامل باسكو قد ما نلحق لكم الجمال هذاك مستحيل يلحق لكم ما يلحق لكمش بالهضره ومستحيل يلحق لكم باسكو تما التصوير وكامل ما راحش يوصل لكم الجمال هذيك المنطقه شوفوا شحال هبطنا هذا الجبل كاع هبطناه انا وعمتي ومن بعد زادوا لحقوا عمتي ومرت عمي هبطنا لتعالى تما عمرنا الماء غسلنا وكامل انا لحقنا التالا وراك ديتنا ساره بالك تيدي كملو بعيدة ايش جالي فيك ايش فيها رمل واحد اخر نشوفه هاطمنا الصبر يا يا رمان صح هاي تريد تحبها هاي شوف هاي هيدك هيدك شوفي أقعدوا فيها حالة شجار كاينة خرجة منه كاينة روح شوفي بالك الشوك بالك وراه لا لا الشوك اللي ما حطيناش هنا كنت عاودنا طلعنا للدار وعاود لبس جبه قبايل وعاود تهبط جبه تاع الدار ماشي جبه شغل اللي نصور بها شنا شويه عريانه ولبست طقم تاع الصالات باسكو مسطور وهبط عاود هبط لتحتك باسكو كنت حابه نتصور بجبه قبايل مع الشجر كامل تصورت مي دوماج ما نقدرش نبارطاجي معكم دوك نسيي كيفاش نديرهم فلو كامل باش تقدروا تشوفوهم ومن بعد حنا كي طلعنا كانوا هبطوا البقر تماك يروحوا يشربوا الماء يهبطوهم يشربوا الماء من هذيك البلاصه ويعاودوا يطلعوهم الو هنا كنت بارطاجيت معكم تصاور اللي صورتني عمتي
بالبا تاع الدار باش تشوفوها برك كيفاش دايره وكامل بلاك تدو منها ايدي وكامل. ومن بعد ما طلعنا من تالا وغسلنا وكامل ديمارينا رايحين للدار. سي دوماج خلصت رحلتنا هنايا يعني ما حوستش بزاف، كنت حابه شغل نروح ندخل الحوانت بارطاجي معكم الحوانت تشوفوهم، اللي بيعوا دوزن تاع الفضه، اللي بيعوا لا ديكو تاع الطين وكامل. مي دوماج ما كفناش الحال، شغل تاع النهار ما يكفيكش الحال تحوسي نحوسو بيان ونصور لكم كلش دوماج. مي قلت لكم لا بروشان فوا برومي نعاود نولي ونعاود نصور لكم كلش فريمون كلش. كاين واحد البلاصه دوك من بعد تشوفوها، واحد الحيط بزاف هايل مشبحين ومديسينين فيه وكامل بزاف شباب. وكاين حتى واحد البير دوماج ما قدرتش نصور باسكو اشاك فوا نكون موجود التليفون ومن بعد ندوزو عليه تما تروح. هاي ديك البلاصه اللي قلت لكم شوفوا كيفاش مديسينين وكامل بزاف شابين. شوفوا ديك تعلمها وين يغسلوا دوماج ما قدرناش نحبسو كامل. مي بون اون بعد دخلنا للدار طيبت العشاء درت العدس وسلطه بطاطا وبيض فايض ومايونيز وكامل اتعشينا وريحنا وفوالا. دونك خلصت هنا رحلتنا وحاول ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تحوستوا معايا شويه لو كان شويه. هنا جبت معايا الورد هذاك اللي كتشوفوا في الطابله، هذاك الورد تاع الدار هذيك تدرمان يعني. الوغ رانا لحقنا لافان تاع هاد لا فيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش ديروا لي جيم اذا عجبتكم، دخلوا لي فو كومونتير، واللي اول مره راهم يشوفوا في القناه تاعنا ما تنساوش تابونيو فيها، تدخلوا لا باج انستغرام دو وورد اوف اف 07. الوغ نخليكم مع هاد التصاور اللي كنت انا صورتهم وبارطاجيتهم معكم، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. فوالا نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي.